في عالم يقوده العمل والإصرار على تحقيق التقدم، هناك سواعد تحقق الأمل وتبني المستقبل، فاستحقوا يوم عيد بمثابة شهادة تكريم لسواعد تبني رخاء أمتنا. وفي جمهوريتنا الجديدة حرصت الدولة على تعزيز علاقات العمل والالتزام بالمعايير الدولية، وفي عام 2023 تم تغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل. واستمراراً للدور الفاعل لوزارة العمل، تسعى الوزارة إلى سرعة إنجاز مشروع قانون العمل بعد طرحه على الحوار المجتمعي عشان يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار. وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، أطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030، واللي بيجسد العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص، واللي نجح حتى الآن في جذب أكثر من 900 مركز تدريب مهني خاص من كل المحافظات. وخلال الفترة القصيرة دي تم منح 100 مركز منهم تراخيص للعمل، وكمان المشروع بيستهدف تدريب 1,000,000 متدرب سنوياً لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل في الداخل وخارج مصر، ومنح هؤلاء الخريجين شهادات مستوى مهارة حقيقية. وفي شهر مايو الجاري سيتم الإعلان عن أول دفعة لمخرجات المشروع ب100,000 خريج. المشروع المهم ده تم إطلاقه عشان تستكمل به الوزارة خطتها لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة ليها من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل لتدريب الشباب على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع شركاء العمل والتنمية. قدمت فيها الوزارة منح مجانية لتدريب أكثر من 2,000 شاب وفتاة داخل معهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية. وزارة العمل بتشارك بشكل كبير مع كافة مؤسسات الدولة في الحد من البطالة اللي تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9% عام 2024 بفضل المشروعات القومية العملاقة على كل شبر في أرض مصر. أبنائنا من ذوي الهمم كانوا على رأس أولويات الوزارة، ونجحت إنها توفر لهم ما يقرب من 14,000 فرصة عمل منذ بداية عام 2023 والحد النهاردة. كمان الوزارة عندها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بتحمي وترعى حقوق ما يقرب من 5,000,000 عامل، وبتساهم في توفير فرص عمل لائقة ليهم في الخارج. وبتوجيهات الرئيس السيسي بتستمر برامج الحماية والدعم والرعاية للعمال، وكان دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات اللي صرف منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن إعانات أجور للعمال بقيمة 2,217,000,000 جنيه، استفاد منها 423,832 عامل في 3,985 منشأة، فضلاً عن الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة عن طريق 6 منح سنوية. وواصلت الوزارة جهودها في تقديم برامج لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. بالجهد والعمل على تلك الأرض الطيبة تسعى الدولة لتحقيق حياة أفضل لعمال مصر، وتتوالى إنجازات وزارة العمل كما يليق بصرح وطني كبير يهدف إلى الاستمرار في صياغة بيئة عمل لائقة تحت ظل جمهورية جديدة تم بناؤها بسواعد وعمال مصر الشرفاء. حيوا العمل ملناش خلاص، بنبقى صف بنشتغل، ولا يوم هنيأس أو نسلم للكسل. حيوا العمل حيوا العمل حيوا العمل، كل ما احنا ايد في ايد هيفضل في أمل، ونلاقي حلم بلادنا بدينا اكتمل. حيوا العمل حيوا العمل، خلوا المكان يفضل يدور، خليك كده بشغلك فخور، بايدينا نملى الدنيا نور، شق الجبل ونحط في صف. عمال بلدنا من زمان، شغل وتعب صبر وإيمان، إنتاج يروح مليون مكان، مكتوب عليه مصنع في مصر. حيوا العمل حيوا العمل، كل ما احنا ايد في ايد هيفضل في أمل، في أمل، ونلاقي حلم بلدنا بدينا اكتمل. حيوا العمل
حيوا العمل.